ابن البلد دي والاسم مصري. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام. صباح النصر والعزه والكرامه. صباح الخير وجمعه مباركه على حضراتكم جميعا، واهلا بيكم معايا في حلقه جديده من حلقات الاسم المصري. زي ما متعودين في الاسم المصري بنتكلم عن تاكيد الهويه المصريه، بنتكلم عن اهم ما يميز الهويه المصريه والمصري بشكل عام. النهارده اول يوم في شهر اكتوبر المجيد. كل سنه وكل حضراتكم بألف خير، كل سنه وكل مصري موجود على ارض مصر وبره مصر بألف خير، كل سنه وكل اخواننا العرب اللي بيحبونا قوي 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 بألف خير. ليه بيحبونا قوي وليه بنقول بألف خير؟ لان انتصارات اكتوبر المجيده على الاعتاب. يمكن انا من اوائل الناس اللي بترحب بده وبتهني ده، لكن فخوره قوي ان انتصارات اكتوبر المجيده ذكرى مش بتتنسي، ذكرى ليها طابع خاص، ذكرى ليها رونق مختلف. انتصارات اكتوبر المجيده العالم كله بيشهد ليها، سواء في العرب او في الغرب. انتصارات اكتوبر ايضا ليها بصمه كبيره في وجدان كل مصري موجود على هذه الارض. يمكن عملت حلقه من فتره كبيره في برنامج الاسم المصري عن انتصارات اكتوبر المجيده وحروب الجيل الرابع 4G وال5G، وتناولنا الموضوع بشكل مختلف يهم كل بيت وكل أسرة، يهم كل إنسان بشكل عام. في برنامج الاسم مصري احنا بنحاول نقدم وقائع ودلائل بتقول ان مصر هي أول دولة في التاريخ، مصر تاريخ قبل التاريخ، مصر ذات كيان سياسي، مصر علمت العالم كله معنى الإنسانية والنصر والعزة والكرامة. ومناسبة احتفالات أكتوبر المجيدة وعلى أعتاب إن شاء الله، نتمنى يكون في حلقة مخصصة لانتصارات أكتوبر المجيدة، وإن شاء الله ربنا يديني ويدي لحضراتكم طولة العمر ونكون موجودين في الاستوديو ده ونقدم فقرات تهم انتصارات أكتوبر المجيدة. قد إيه بنبقى مشتاقين، زي ما بنشتاق بالظبط لشهر رمضان الكريم والزهوة الجميلة اللي بتبقى فيه، ايضا بنشتاق لذكرى اكتوبر المجيده، الاحتفالات الجميله والاغاني الوطنيه الجميله اللي بتقدر تدخل وجداننا واحاسيسنا كمصريين وايضا كعرب. وبمناسبه بقى الاغاني الوطنيه الجميله، اسمحوا لي يعني قبل ما اطلع فاصل اهنئ استاذي وزميلي العزيز الاستاذ احمد عبد العزيز الموزع الموسيقي على صدور اغنيه في غايه الروعه للزميله والعزيزه ايضا الفنانه عايشه عثمان، اسمها ما تيجي بقى نفرح. يا رب كلنا نفرح ويا رب مصر كلها تفرح وكل الغمه اللي جوانا تفرح. يعني الحقيقه اغنيه جميله وسمعت جدا، وانا الحقيقه معجبه بيها قوي، ولكن انا مش بقول ده عشان بس الاغنيه، بقول لان هو كمان محضر يعني شو حلو قوي انا مش هقدر يعني افصح عنه دلوقتي لان انا جوه الشو ده. اغاني وطنيه، هو يعني اكيد حضراتكم تعرفوا ان هو بيقدم اغاني وطنيه حلوه، عمل اغاني وطنيه جميله زي اغنيه يا طيبه. اغنيه يا طيبه من الاغاني الجميله للفنان مدحت صالح واللي اثرت جدا جدا في وجداننا، توزيع الفنان الجميل احمد عبد العزيز وايضا الحان الاستاذ صلاح الشرنوبي وكلمات المبدع الراحل الاستاذ صفوت زينهم رحمه الله. الاغاني الوطنيه دي ليه بقول يعني سيرتها دلوقتي او على محمل الذكر؟ لانه الاغاني الوطنيه بتدخل وجدان كل مصري، بنقدر من خلالها نحس نشعر نفهم يعني ايه انتصارات ويعني ايه حروب ويعني ايه حاجات حلوه احنا مرينا بيها وعديناها. فالحقيقه كل الشكر لكل مصري وكل فنان موجود على ارض مصر بيقدم كلمه حلوه، بيقدم توزيع حلوه، بيقدم تون حلو بنسمعه. وان شاء الله هو كمان استاذ احمد العزيز محضر لنا اغنيه وطنيه في غايه الروعه، طبعا مش هقول اي حاجه عنها دلوقتي عشان دي سر من الاسرار، ويعني اتمنى ان شاء الله تنال اعجاب حضراتكم. كل سنه وكل حضراتكم بألف خير. هخرج مشاهدينا لفاصل وان شاء الله ارجع لحضراتكم مع عوده سريعه مع ضيفتي الكريمه والجليله اللي مشرفاني في الاستوديو عشان نبتدي حلقتنا ان شاء الله. صباحكم خير. ذهب يعني سمبوسه، ذهب يعني جلاش، ذهب يعني كنافه. مصنع ذهب هياكلوا صوابعهم وراء. أكبر مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع وتعبئة المعجنات، تعبئة وتغليف آلي بأحدث الماكينات اليونانية في صناعة المعجنات. رقاق، كنافة، جلاش، سمبوسة، تعقيم كامل لكل خطوط الإنتاج. رقاق سمبوسك ذهب، سنابل سمبوسك بزيت السمسم، كنافة طرح سنابل ذهب.
عجينة جلاش فاخرة، رقاق الزبدة الطري، عجينة جلاش بالزبدة والحليب، متوفر بالأسواق والسوبر ماركت تحت إدارة المهندس هيثم أشرف، الدكتور هاني أشرف، أستاذ هشام دهب، الأستاذة هاجر أشرف. مصانع دهب أسسها الأستاذ أشرف كامل رحمه الله. بيج بوس يعني موضة، موضة يعني بيج بوس، رمز الشياكة والأناقة لأحدث الصيحات الإيطالية والعالمية، للبدل والجاكيت، أفضل الخامات من الأقمشة، أيدي مدربة على أفضل وأرقى خطوط الأزياء الإيطالية، تصميمات عصرية من خطوط وصيحات عالمية، جميع الموديلات والخامات والألوان. بدلة يعني بيج بوس، بيج بوس يعني بدلة. لو نفسك تبقى في أناقة وشياكة رجال الأعمال وعلى أحدث صيحات الموضة، خليك بيج بوس. إدارة هشام دهب. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من الفاصل، واسمحوا لي ارحب بضيفتي الجليله والعزيزه وذات قيمه اعلاميه ايضا وقيمه علميه في العلاقات الاسريه وايضا الارشاد الاسري، دكتور اماني فاروق عبد اللطيف، لايف كوتشنج واخصائي تعديل سلوك وتخاطب وارشاد اسري. برحب بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ. صباحك خير يا دكتور. صباح الفل. وكل سنه وكل حضرتك طيبه والف خير. طيبه وزي ما احنا طيب. يا رب يا رب دايما. النهارده احنا بنتكلم عن موضوع في غايه الاهميه، يعني تناولنا مواضيع كتيره قبل كده لكن مش بالقدر من الاهميه دي، لانه موضوع حساس محتاج ان احنا نتكلم فيه بشكل يعني لائق ومهذب علشان اي حد بيسمعنا يكون داخل الصوره وما يكونش فيه حرج. بنتكلم النهارده عن اهميه او التربيه الجنسيه السليمه لدى الاطفال والمراهقين. موضوع صعب، اي ام في الدنيا واي اب بيكونوا واقفين يعني زي محط اختبار، احنا ازاي نتناول الموضوع مع اولادنا؟ طب احنا نتكلم ولا ما نتكلمش؟ طب احنا نقول ولا ما نقولش؟ طب لما يسالونا نتهرب من السؤال ولا ما نتهربش؟ نجاوب بشكل تاني ولا بشكل منطقي ومظبوط؟ نقول لنفسنا طب هم بيسالوا عشان ده منطق ان هم يسالوا؟ طبيعي ان اي طفل بيسال لانه دايما عنده حب استطلاع، واي مراهق ايضا طبيعي ان هو يسال لانه عنده مرحله انتقاليه من عمره بيبتدي ان هو يتعرف على المفاهيم الجديده اللي ما دخلتش قبل كده على حياته. فبالتالي احنا محتاجين توعيه شديده، محتاجين نفهم كل ام وكل اب النهارده ازاي نتناول الموضوع، لانه موضوع في غايه الاهميه وحساس جدا مع اطفالنا. ابدا مع حضرتك، واسمحي لي برضو قبل ما ابدا عايزه اوضح رساله او اوضح حاجه للمشاهد. حرب أكتوبر المجيدة والحروب اللي فاتت كلها هي كانت حرب طيارة وسلاح، حرب دبابة، لكن الحروب اللي ظهرت علينا دلوقتي حروب اسمها الإعلام، حروب السوشيال ميديا، حروب الجيل الرابع، الحروب اللي هدفها تغييب أو اللعب في العقول، بتستهدف المراهقين والمراهقات، الأطفال حتى في سن الصغر. اسمحي لي يا دكتور خليني أبدأ مع حضرتك عشان نعالج الموضوع ده أو نقدر نفهم المشاهد خطورة الحروب اللي داخلة علينا في عالم السوشيال ميديا. ولكن قبل كل ده نوضح الأول للمشاهد اللي بيسمعنا أهمية التربية الجنسية للأطفال. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التربية الجنسية مصطلح ماهوش جديد، هو من قديم الأزل يعني، بس للأسف زي ما حضرتك قلتي معظم الأمهات والاباء بيخافوا يتكلموا فيه زمان، يعني في الجيل الماضي كانت الام والاب بتحرج انها تكلموا لان كان المجتمع مقفول بالزبط. وتقول ان الدنيا هي اللي هتعرف البنت او الولد الشيء ده. صحيح. لكن زي ما حضرتك قلت مع التطور التكنولوجي والتواصل الاجتماعي الخطير اللي بقينا نخاف على اولادنا منه، بدا يظهر مصطلح التثقيف الجنسي او التربيه الجنسيه. طيب اهميه التربيه الجنسيه ايه؟ ان انا بصحح للطفل معلومات مغلوطة او معلومات بتدور في دماغه، بحيث ان بدل ما يعرفها من بره او من زميل او من موقع او من مكان معين ممكن يديله المعلومة غلط، لا انا ابني جسر من الثقة بيني وبين طفلي من وهو صغير من سن 3 سنين تقريبا، ان انا اعرفه كل ما يخص جسده وايه الحاجات اللي ممكن تتلمس وايه الحاجات اللي ما تتلمس، بحيث ان انا ابني شاب سوي، سوي يعرف يعني ايه دين ويعني ايه خلق ويعني ايه قيم، ويعرف ان ازاي يدير غرايزه.
لان هي حاجه ربانيه، ولازم كل طفل او كل مراهق يجي في وقت معين يعرف يديرها صح، وان يعرف ان ما ينفعش ان انا افرغ حاجه زي كده الا بطرق شرعيه وحاجات ما تخالفش المجتمع ولا قيم ولا معتقدات، وخاصه في الدول الاسلاميه. طب دكتور، يعني لو احنا بنتكلم عن السن اللي الصغر والاطفال وثلاث سنوات، طيب خليني اقول لحضرتك، هو انا ازاي هيكون معايا طفل ثلاث سنوات او طفله وابتدي اعرفها على تفاصيل جسمها وايه اللي غلط وايه اللي صح؟ ازاي ابدا الخطوه دي؟ ايه اللي اقوله؟ اولا يعني عشان الفتره اللي ابدا فيها بان انا اثقف بالتربيه الجنسيه، مش عايزه اقول لك يمكن من الميلاد بعض الاباء. يعني الدكتور عايز تقولي ان الغريزه اصلا موجوده في الطفل من بدايه مولده. انا مش قصدي على الغريزه، انا قصدي ازاي اربيه تربيه جنسيه. ان اولا من ساعه الميلاد ما ينفعش ان انا اخلي الطفل او الطفله معايا في حجره النوم مع الام والاب. تمام. دي اول نقطه لازم نبعد عنها. طيب من سن 3 سنين بقى بيبدا الطفل يخش في مرحله ان هو يبدا يتعرف على جسده، وتقول له عينك فين، بقك فين، يبدا يعرف على جسده ويبدا يسال. فانا ساعتها كأم لازم اعرفه كل حاجه في جسده، وابدا افهمه ايه الاماكن اللي ممكن ما ينفعش حد يلمسها، ما حدش مثلا ما غيرش هدومي قدام حد. بتبدا عمليه التثقيف هنا بان انا امر معاه بثلاث مراحل. اول مرحله مرحله الخصوصيه، ان انا اعرفه ان الجسم ده يخصك محدش يلمسه. ابدا اعوده انه مثلا ما يدخل التويليت يقفل على نفسه الباب، ابدا اعوده انه ما يقلعش قدام حد خاصه لو بنت. ابدا اعرفه ان محدش يلمس جسدك، ما تنفعش تقعد على حجر حد. اعرفه طبيعه جسده واهميه كل جزء في جسمه، دي اللي هو الخصوصيه. بعد كده اعرفه حاجه اسمها الهويه الشخصيه او الهويه الجنسيه، ان انا اعرفها ان هو انت ولد وانت بنت. بعرفها ازاي؟ اجيب له لبس ولد واقول له ان ده انت زي بابا وبتلبس زي بابا، والبنت اجيب لها لبس وتلبسي زي ماما، اجيب لها عرايس، الولد اجيب له حاجات تخص ولد عشان يحس بذكورته وهي تحس بانوثتها. لان التربيه الغلط بتخلي في بعض الاحيان نلاقي ولد في طب دكتور، لو في تحرش كده صغنن كده بين اطفال يعني من غير قصد، ومثلا الابن جاء قال لوالدته او لمامته مامي انا زميلي عمل ده، ايه الرد الفعل هنا؟ من الخطوة الثالثة اللي هو موضوع التحرش، لازم ان انا الاول افهم ابني من قبل ما يحصل له يعني ايه تحرش. ان زي ما قلت لحضرتك ان ما ينفعش حد يلمس ويقرب، حد يلمسه، ما يقلعش هدومه في اي مكان بره، ما يقعدش على حجر حد غريب، مش اي حد يقول له كلمة لازم يسمعها، وان ابني جسر من الثقة ان الطفل يقول لي كل حاجة. طب هنفترض ان الطفل مثلا فعلا حصل له اعتداء، لو انا معلمه ابني، يعني الام المفروض من مجرد ما الابن بيدخل مثلا الحضانه من سن 4 سنين او كده، اخليه كل يوم يحكي لي جدوله اليومي، عمل ايه وايه اللي حصل وبيتكلم مين والمس قالت له ايه. ده بيخليه يحكي لي على كل وإيه حاجه، وايه نوع الالعاب اللي بتلعبها مع اصدقائك بالظبط. او بيخليني يحكي لي يوم لو حصل لا قدر الله اي اعتداء من اي نوع، يبدا يجي يحكي للام. طب دكتور، تعالي بقى نلعبها بالعكس. لو ابني جاء قال يعني لمامته مامي انا النهارده وانا بلعب مع حد من زمايلي عملت حاجه، يعني معناها تحرش، هو اتحرش بغير قصد مع زميله، وبيحكي لحضرتك بالصدفه زي ما انت بتقولي كده والجدول اليومي بتاعه. ولو قلنا برضو عملها بقصد المداعبة او الاستطلاع، بالظبط، ازاي الام تتعامل في المنطقه دي؟ هو في مرحلة الطفولة الطفل ما بيبقاش فاهم المعنى الغريزي، بيبقى بياخدها كحب فضول أو يعرف إيه الموضوع ده. طيب لو ابني هو المتحرش، حضرتك بتقولي بقصد أو بغير قصد، لا خلينا لو هي بقصد يبقى أكيد في سبب. السبب ده ممكن يكون تفكك أسري، عنف شديد من الأب والأم، فهو بيعتدي على جسده، فهو بيحاول هو كمان يعتدي على جسد الآخرين. ودايما يعني الاحصاءات قالت ان دايما التحرش بيبقى دايما في سن المدرسه ما بين الاطفال الكبار والاطفال الاصغر. ف
فده يعني اللي هو العمر كام يا دكتورة تقريبا؟ يعني ما بين 6 لغاية 10، يعني بيبقى مثلا فهم في مدرسة ابتدائي واحدة، فممكن الطفل يبقى مثلا في 5 أو 6 ابتدائي عنده 10 سنين، بداية المرحلة ونهاية المرحلة يبدأ الابتدائية. يحصل التحرش أو التلامس الجسدي بينه وبين طفل أصغر، فالطفل الصغير مبقاش عارف، بيتكسف. لو هو ما فيش ثقة بينه وبين باباه ومامته هيخاف يقول. طيب ايه الاثار بقى اللي بتيجي على المتحرش او اللي تتحرش بيه؟ الاثنين بيتاثروا بتاثير سلبي رهيب. لو نيجي على الطفل اللي هو حصل له عمليه تحرش، بينطوي، بص تلاقي الام بيبكي بدون سبب، بيحلم كوابيس، مش راضي مش قادر يقول لمامته. لو حصل له الحاجه دي في المدرسه يبقى مش حابب يروح المدرسه، لو حصل له الحاجه دي من قريب او من صاحب او من حاجه ما يحبش يتعامل معاه، جاله هلع او فزع. دي الملاحظات اللي لازم الام تشوفها على ابنها. طيب اسمحي لي يا دكتور، معانا اتصال تليفوني من الاستاذه العزيزه زينب واصل مذيعه التلفزيون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا زينب؟ بمباراه الصحه والجمال الاعلاميه الجميله، هدير اشرف زميلتي وصاحبتي وحبيبتي وكل حاجه. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ زينب. صباح الخير عليكي وصباح الورد عليكي وعلى ضيفتك كمان دكتور اماني، منورين الشاشه. وكان ليا مداخله بسيطه بعد اذنك كده وبعد اذن الدكتوره. طبعا اتفضلي. احنا بنتكلم دلوقتي على التربيه الجنسيه للاطفال. اول حاجه فيها الصراحه، يعني انا اعرف زي ما الدكتوره قالت كده، بعرفهم الاماكن الحساسه في الجسم، ان محدش يبقى يحكي عند المنطقه دي والمنطقه دي، مثلا المنطقه خطر يعني بالمعنى كده. بس عز الصراحه انه فعلا لما يعتدي مثلا على طفل بره، ولد او بنت في سن صغير او حتى المراهقين، يجوا يصالحوا مثلا الام على الاقل او الاب. حس الصراحه دي مطلوبه، ان في حاجات كتيره بتحصل ما بيخافوا يقولوا، يعني الولد او البنت بيحصل تحرش مثلا فبيجي يخاف يقول، وده نماذج كتير موجودة عندنا. ده حقيقة. تمام. وكمان في حاجة، في كمان نماذج كتيرة للناس المنفصلين زوجيا أو المطلقين، لما بيقعدوا مثلا يكلمونا أو بنتعرف عليهم، فمن ضمن المشاكل إنهم عندهم ثقافة جنسية قبل الزواج، هم أصلا ما تربوش عليها، هم متربيين على العيب والغلط واللي ما يصحش. حقيقي. فده كان سبب رئيسي في أسباب الطلاق أو الانفصال الزوجي. فهمتك، يعني هم تربوا على عيب وغلط وما يصحش، فبالتالي لما بيدخلوا ياسسوا علاقه زوجيه بتفشل، صح كده؟ هم مش عارفين ايه ومش عارفين يعملوا ايه، هو واحد فجاه ما بيعرفش يكتب خالص او يقرا، وحاطينه بيقول مثلا ندوه او القي محاضره مثلا، هو حد اصلا ما يعرفش حاجه لا يصح شيء. بالظبط ده اللي بيحصل لبناتنا وشبابنا، مش فاهمين اي حاجه وبيدخلوا على مرحله الزواج، بالذات الفتيات. يمكن الشاب بيطلع او يخرج او ياخد فكره عامه بشكل صحيح او غير صحيح. حقيقي. وكمان حته الدين، يعني ايا كان الدين مثلا، سواء كان الدين الاسلامي او المسيحي، فلازم رجال الدين يبقى عليهم عبء كبير في الموضوع ده. لازم يبقى في مثلا ندوات او محاضرات قبل الزواج في بيحصل او الفتره دي. الدكتور اماني كده ربنا يبارك لها يا رب، تبقى في حته الندوه او المحاضرة. التوعية دي يا أستاذة زينب بتحصل طبعا في المدارس كلها على مدار العام الدراسي من وقت لآخر، علشان يوعوا الأطفال ويوعوا المراهقات. ولكن طبعا كلام حضرتك أكيد سليم، محتاجين توعية أكتر علشان نقدر إن احنا يعني ندي ثقة وندي توعية كبيرة لكل الشباب بتوعنا أو الأطفال أو المراهقين، علشان يعني نوصل بيهم لبر الأمان. بشكرك جدا أستاذة زينب واصل مذيعة الصحة والجمال، شكرا لمداخلة حضرتك معانا، وصباحك خير وجمعة مباركة عليك إن شاء الله. اللهم نحن وإنتي حبيبتي. شكرا حبيبتي، اتفضلي. دكتور نرجع لحضرتك تاني، يعني هي أثارت نقط مهمة جدا، واتكلمت برضو في الشق الديني ان احنا يبقى في عندنا توعية ويبقى عندنا، بس في نقطة لفتت انتباهي جدا، التفكيك الأسري اللي حضرتك كنت لسه بتتكلمي معايا فيه، انه احنا تربينا على الصح والغلط. طب ماما ده ايه؟ لا مش مهم تعرف بعدين لما تكبر، مع ان لا مفروض يعرف او مفروض هي تعرف. لما تتجوزي تعرفي، انا هعرفك ليه؟ انت فاهمة حضرتك؟ لما بيدخلوا فعلا زي ما هي ذكرت مش فاهمين الامور صح، للأسف بيحصل بينهم زي كلاش أو عدم تفاهم أو عدم توافق، فبالتالي العلاقة بتفشل.
خليني ارجع لموضوع التحرش لانه موضوع مهم جدا، وطبعا اكيد الدوله عامله توعيه كبيره يعني احمي جسمك وحاجات كتيره جدا، لكن مش كل الاطفال بيقولوا لمامتهم او لباباهم. ازاي ادرب طفلي او ازاي ابني الثقه بينه وبينه، بحيث ان هو لما يكون في مرحله مهمه جدا زي مرحله الابتدائيه، مرحله خطيره هي تعليم اساسي من كل ناحيه سواء اخلاقي او تعليمي، ازاي ابني الجسر ده وخليه يجي لي كل يوم يقول لي مامي انا النهارده حصل معايا كذا، زميلي كان بيلعب معايا وحصل كذا، وليه يعني بيمتنع ليه؟ ازاي اخليه يحكي على طول؟ اتفضلي. ما انا عشان اخليه يحكي على طول لازم انا صاحبه. أوكي. ما بقاش عنيفة زي ما قلنا قبل كده، الحضن واللمسة ساعات في بعض الأحيان، كلمات الحب الخمسة. أيوة يا جماعة يا ريت نتذكرهم في الحلقة اللي قبل اللي فاتت. ابني نقصه لمسة حب وحنية، فممكن يعوز يكتسبها من لمسات الآخرين. فأنا لو أنا مدية ابني الثقافة والحب والحنية ومدياله مساحة من الحوار والمناقشة، وبالذات يعني بيبدأ بقى التثقيف فعلا من سن 8 سنين بيبقى خلاص كبر. وفي الحلقة اللي فاتت اتكلمنا ان البنت بتبلغ بدري، يعني ممكن من سن 9 سنين يحصل بداية المراهقة المبكرة. ايوه، فساعتها الام بقى بتبدا هي نفسها تفتح لغة حوار مع البنت وتكلمها عن ايه هي علامات البلوغ، ويعني ايه تربية جنسية صح. طب دكتورة بقى اسمحي لي عشان النقطة دي انت اثرتيها والحقيقة بتستفز ناس كتير جدا، هاخدها مع حضرتك بس اسمحي لي ناخد اتصال تليفوني مع ام احمد من بني سويف. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. الحاجة ام احمد من بني سويف. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، صباحك خير. الشاشة انت والضيفة اللي معاك. منور حضرتك يا فندم، اشكرك. وانت بمباراة الصح والدماء. الله يخليك يا فندم، بشكرك. الموضوع اللي انت طرحاه النهارده هو موضوع مهم جدا للصغيرين وللكبار. طب يعني هو واضح يا فندم ان حضرتك يعني جاده وعندك احفاد، صح كده؟ عندي. ربنا يخلي. يا رب دايما يخلي. طيب قولي لنا كده حضرتك خبرتك ايه في حاجه زي كده، او لو ليكي اي سؤال اتفضلي. لا، خبرتي اني عايزه بس ان الناس يعني توعي اطفالها في البيت، اللي كان من ناحيه الام طبعا هي في البيت، واذا طبعا هي اللي مع الاطفال اي حاجه تحصل معاهم بره لازم يجوا يحكوهم يعني لها في البيت عشان توعيهم. طب ده كويس. المدارس برضو تدي وقت برضو توعي الاطفال في المدارس سواء صغيرين او الكبار. طب اسمحي لي بقى يا ام احمد، اسمحي لي بعد اذن حضرتك ليا سؤال ليكي انا بقى على الهوا. حضرتك من اهل الصعيد واهل الكرم والرجوله والجدعنه. يا رب يخليك، ده بكرم. تسلميلي. عايزه اقول ثقافه اهل الصعيد بتختلف عن ثقافات المصريين بشكل عام، علشان دايما الصعيدي دمه حر والصعيديه دمها حر وست حره. ايوه بيختلف. أيوة عن ايوه يعني تبقى هم مضيقين يعني على البنات اكتر يعني. ما عايزه اوصل للنقطه دي، يعني انتوا بتكونوا متشددين. أيوة. جدا في تربيه الابناء البنات ولا لا؟ ايوه طبعا، تقبل يعني البنات عندنا تقبل الحياه يعني ماسكه خالص كده عليهم. يعني انتوا ماسكين قوي ولا يعني الدنيا لينه شويه؟ لا احنا ماسكين خالص على البنات وبنخاف عليهم اكتر. حتى طب ما هو ده مش صح قوي برضه يا فندم، احنا لسه بنتكلم اهو. وعندنا ثقافه، ما عندناش ثقافه جنسيه خالص ولا فيه وعي كده. طب نتمنى حضرتك يعني تشرف تكون يعني تتابعي الحلقه معانا النهارده، ويا رب كده يعني الاحفاد او حضرتك تاخدي نبذه بسيطه عن موضوع الحلقه النهارده، يعني ممكن يكون افاده لحضرتك ان شاء الله. شكرا لاتصالك ام احمد من بني سويف، وتحيه كبيره لاهل الصعيد المحترمين. نرجع يا دكتوره للنقطه اللي اثرتني ايضا. ايه النقطه دي؟ البنت بتبقى عايزه تتطلع لحاجات كتيره مش فاهماها. عايزه اقول اكاد اجزم ان كل المشاهدين اللي بيشوفونا النهارده السؤال ده اكيد دخل بيتهم كلهم. مامي هو انا اتولدت ازاي؟ بابي هو انا جيت ازاي؟ نرد نقول ايه؟ اولا ارد حسب المرحله العمريه للطفل، يعني احاول المصطلح يعني لو طفل او مراهق. لا
لو طفل اقول حاجه ولو مراهق اقول حاجه. طيب هو لو مراهق مش هيسالني انا اتولدت ازاي لان هو هيكون عارف. عشان خلينا في مرحله الطفوله الثلاث سنين لو ابني اقول له كده ابدا اقول له ان لا دكتور اسمحي لي بس برضو المراهق اللي هي المراهقه المتاخره سوري عفوا المبكره هي مثلا سن التسعة والعشرة اكيد اطفال كتير ما يعرفوش كده. لا هقول لحضرتك لو من ثلاث سنين لستة اقول له ايه ولو بعد كده اللي هي المرحلة الاعلى اقول له ايه. لو طفل صغير خالص وهيقول لي السؤال ده هبدا اقول له ان احنا ربنا خلقنا في الارض للاعمار وللتناسل وان كل ربنا خلق من كل زوجين اتنين القطه ذكر وانثى اي حيوان ذكر وانثى ولازم يحصل تزاوج ولازم يحصل عشان اجيب جيل جديد او اجيب قطه جديد او اجيب أيوة انسان جديد. ايوه بسكم بقى يا دكتور ده لو طفل صغير. والله يا دكتور بقى اشياء بس طبعا على حاجة. فكره اطفال بتوع اليومين دول ما بقوش اطفال لان هم بيبداوا يعني يعرفوا كل حاجه من قبل انت من قبل ما يعني بس انا ابسط ليه المعلومه وابدا اقول له ان احنا لازم كل واحد ليه ربنا خلق في جسمه حاجات تخليه يقوم بدوره. فالاب بيقوم بدور ان هو بيصرف وبيكبر وبيشتغل والام خلق ليها رحم تشيل في البيبي وتولد وتكبره وتاكله وترضعه وابدا اديله امثله ممكن يكون شافها معايا مع اخته او بدا شافها في مسلسل اديله مصطلحات بسيطه على قد سنه. لكن لو وصلنا من بعد بقى سن 8 سنين لا انا ببدا اتكلم في كلام صح وكلام علمي وابدا اوري له فيديوهات عن عمليه الاخصاب ويعني ايه تبويض ويعني ايه رحم ويعني ايه جهاز تناسلي. بيدرسوا ده في الساينس بيدرسوه ابدا انا بقى اجيب له كتاب يكون فيه المعلومات دي بس اكون قارياه الاول وابدا اقول له اقراه ولو في اي حاجه سالني. دي لو الطالب بقى خلاص كبر وبدا يعرف يقرا ويكتب ويتثقف. طب نيجي بقى عند المراهق اللي هو الكبير بقى اللي هو من 13 ل 18 لا لازم مرحلة. لازم اعرفه ان العلاقات الجنسيه لازم تكون في اطار شرعي، لازم اعرفه يعني احتلام، لازم اعرفه فن الطهاره، لازم اعرفه ايه الامراض اللي ممكن تجيله لو مارس الجنس بطريقه غير شرعيه، واعرفه يعني ايه ايدز ويعني ايه سيلان ويعني ايه زهري. كل الامراض الجنسيه دي خلاص هو كبر هو وصل في مرحله ودخل على مرحله الشباب. انا قلنا المره اللي فاتت ان المراهقه انتقال ما بين الطفوله للشباب. صحيح. من 13 ل 18 هو مش طفل هو خلاص داخل على الشباب. لازم الاب بقى ده لو ولد دور الاب ولو ام دور لو بنت دور الام ادي معلومات صح ومعلومات علميه صريحه ما تكسفش ده من 13 ل 18. لكن في السن الصغير ادي امثله وعلى فكره في على النت فيديوهات جميله للاطفال بتوصل لهم المعلومه باسلوب بسيط قوي. يعني في مثلا فيديوهات عن التحرش بتقول للطفل بغنى وبطريقه جميله يعني ايه تحرش ما تخليش حد يلمسك ولو حد لمسك زعق او قول لماما. الحاجات دي دلوقتي السوشيال ميديا مليانه. ده ما بيأثرش يا دكتوره على البنت بعد كده لما بتيجي تتجوز؟ لا طبعا بيأثر. لا قدر الله لو البنت حصل لها اعتداء جنسي وهي صغيره من حد قريب او من صاحب او من بنت او من اي حاجه. انا ما اقصدش اعتداء، انا اقصد المخاوف الكتيره للام يعني بتحطها زي الاستاذه اللي اتصلت وبتقول لا احنا زي قافلين عليهم أفلين لا ده بيخليها بتبقى بتتجوز وهي ما عندهاش اي ثقافه جنسيه فدوت بيأثر على علاقتها. هلع وخوف. هلع وخوف وبيأثر على علاقتها بجوزها. في حاجه غلط وممكن تتحول لحاله مرضيه وخوف مرضي وتخسر حياتها بسبب حاجه زي كده. طيب دكتوره موضوع التحرش ده موضوع شائك قوي وفي اقاويل كتيره، يعني مثلا البعض بيقول ان ابني اتعلم يتحرش بزميله في المدرسه لانه كان بيشوفني وانا في البيت يعني مثلا في مدعبه ولعب كده مع باباهم فبدا يحط في ذهنه ان الاب لما بيتلامس مع الام او معاها او كده بيحصل نوع هو بيربطها ان هو نوع من التحرش. وفي نفس الوقت في اطفال لسه بيطلعوا بينبتوا لسه في عمر التاسعه والعاشره والحداشر ما عندهمش اي وعي ولا ثقافه ان المفروض ان الام والاب هم ليهم كيان واحد ليهم غرفه واحده من حقهم ان هم يتلامسوا بعضهم البعض. بعض الاطفال يعني بيتصدموا جدا ايه ده مامي هو انت بابي بيحط ايده على كتفك هو مش كده عيب؟ في الحاله دي نعمل ايه؟ الام تتعامل ازاي في المرحله دي؟ اولا زي ما قلت لازم يبقى في خصوصيه
بين الام والاب برضه في بعض الامور ما ينفعش تكون بين قدام الاطفال، زي ما حدود. قلت في حدود، حتى لو الطفل رضيع لازم يخرج بره حجرة النوم. طيب لكن لو انا في حياتي الطبيعية لا، اعرفه ان ده امر عادي، ده بابا عادي ان هو يلمسني، عادي ان هو يقبلني لو انا بتكلم. بس هو مش صح يا دكتور ان هو يتم التقبيل الازواج بين الاولاد؟ لا لا، يعني عادي انه يكون مثلا جاي من سفر يسلم عليا يلمسني، ده اعرفه ان ده عادي وانه من الناحية الشرعية عادي. لكن افهمه العكس بقى، ان ما ينفعش حد تاني يلمسني غير بابا، وانت كبنوته ما ينفعش حد يلمسك غير بابا وغير اخوكي. ما تقعديش مثلا، ما تيجي تقعدي اقعدي كويس، البسها لبس كويس، كل حاجات كتيره قوي. لو انا ربيت البنت بالذات، اللي اتكلمنا اللي فات على المراهقه عند البنت، البنت بالذات لان هي في كل المجتمعات وفي كل الثقافات بيتخاف عليها، لازم من صغرها اعلمها ازاي تلبس، ازاي تقعد، ما تختليش بحد، ما حدش يختلي بيها، اي حاجه تيجي تحكيها لي، لان الموضوع ده مهم جدا، وزي ما قلنا ممكن يسبب اثار نفسيه ترجع عليها في علاقتها الزوجيه لما تكبر. طيب احنا معانا مفاجاه يعني غريبه من نوعها شويه، معانا اتصال من طفله صغيره كفاح. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام هدير، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي. بخير عليكي. صباح الخير والرضا وجمعه مباركه عليك يا رب وعلى الاسره كلها يا حبيبتي. صباح الخير على دكتور اماني. صباح الفل. قوليلي يا كفاح، انت بتتابعي الحلقه معانا النهارده؟ بتابع كل حلقاتي، كنت منوره الشاشه. عمرك قد ايه يا قلبي؟ عندي 11 سنه. يعني مراهقه بدا اهو. طب ايه اخبارك مع مامي طيب؟ وايه اخبار الكلام اللي بنتكلم فيه النهارده ده؟ انا مثلا ماما يتجاوبني وتفهمني، بس اصحابي لما بيسالوا مامتهم بتزعلهم وتقول لهم لا الكلام ده عيب، وانا بزعل على اصحابي. يعني هو مش صح ان مامتهم تقول لهم عيب؟ يعني هم بيكلموهم ويقول لهم لا ويزعلوا وتوصل للضرب وبيضربوهم، ولما بيجي يحكوا لي في المدرسه انا بزعل عليهم. طب وانت بتعملي ايه مع مامي؟ انا بسال ماما تفهمني على كل حاجه، بس هو بيسالوا باباهم وهتروا بيزعلوا. طب حبيبتي انت يعني ليكي اي سؤال النهارده ممكن تساليه للدكتوره؟ بمناسبه بقى ان انت اكيد في المدرسه، انت اكيد سنه خمسه مثلا او رابعه ولا ايه؟ ايوه خمسه ابتدائي. خمسه ابتدائي، طيب ليكي سؤال تساليه للدكتور النهارده؟ طيب هي مكسوفه تسال. مكسوفه. انا عايزاكم بس سؤال، الام والاب اللي هم بيزعقوا اصحابي، هي مش يعني عاجبها ان هم بيزعقوا. الام والاب دول يفهموا يعرفوا يروح قلبي الامهات والابهات. ايوه انت عندك حق طبعا، يعني حاجه جميله جدا نكون طفله يا جماعه صغيره على الهوا، هي اللي بتعلم. الطفله كفاح هي اللي بتعلم الاباء اللي هم للاسف عندهم جهل او عدم تقنين اليوم. شكرا ليك يا كفاح على مداخلتك الجميله دي يا حبيبتي، بشكرك جدا، ربنا يبارك فيها يا رب. الله يعينك. دكتوره يعني لسه بنتكلم اننا ازاي نقنن العلاقه، ازاي ما نقولش للاولاد لا او عيب وغلط. طيب عايزه اخد حضرتك يعني لنقطه من اهم سؤال في الحلقه النهارده لينا النهارده يا جماعه، السن المناسب اللي اقدر اتكلم فيه مع ابني او بنتي عن الجنس بشكل خاص. انا قلت لحضرتك ابتداء من سن 8 يعني او 9 سنين اسئله شويه عشان ابدا اقول كل حاجه بالتفصيل، اقول باسلوب علمي، احكي قصص من القران زي قصه سيدنا يوسف وزليخة، واعرفهم يعني ايه ان الانسان يمتنع عن شهواته ارتداء لربنا، ان انا اعرف احكي له قصه سيدنا لوط واهله ان هم اغضبوا ربنا باساليب جنسيه غير صحيحه، كل القصص دي طيب. مهمه جدا. اوكي دكتوره اسمحي لي بس هنخرج لفاصل سريع وعوده لحضراتكم مره ثانيه ومشاهدينا الكرام. ذهب يعني سمبوسه، ذهب يعني جلاش، ذهب يعني كنافه. مصنع ذهب هياكلوا صوابعهم وراء، أكبر مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع وتعبئة المعجنات، تعبئة وتغليف آلي بأحدث الماكينات اليونانية في صناعة المعجنات، رقاق، كنافة، جلاش، سمبوسة، تعقيم كامل لكل خطوط الإنتاج، رقاق سمبوسك ذهب، سنابل سمبوسك بزيت السمسم، كنافة طرح سنابل ذهب، عجينة جلاش فاخرة،
رقاق الزبدة الطري، عجينة جلاش بالزبدة والحليب، متوفر بالأسواق والسوبر ماركت تحت إدارة المهندس هيثم أشرف، الدكتور هاني أشرف، أستاذ هشام دهب، الأستاذة هاجر أشرف. مصانع دهب أسسها الأستاذ أشرف كامل رحمه الله. بيج بوس يعني موضة، موضة يعني بيج بوس، رمز الشياكة والأناقة لأحدث الصيحات الإيطالية والعالمية، للبدل والجاكيت، أفضل الخامات من الأقمشة، أيدي مدربة على أفضل وأرقى خطوط الأزياء الإيطالية، تصميمات عصرية من خطوط وصيحات عالمية، جميع الموديلات والخامات والألوان. بدلة يعني بيج بوس، بيج بوس يعني بدلة. لو نفسك تبقى في أناقة وشياكة رجال الأعمال وعلى أحدث صيحات الموضة، خليك بيج بوس. إدارة هشام دهب. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وكنا قبل الفاصل بنتكلم مع دكتور أماني فاروق عبد اللطيف عن التربية المناسبة عن الجنس بالنسبة للطفل أو المراهق. لكن الحقيقة في الفاصل انتبني يعني سؤال في غاية الأهمية. إخواتي ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني زيهم زينا بالظبط، ليهم احتياجات، ليهم شعور، ليهم إحساس، ليهم جسد، ليهم روح، ليهم تعامل، بس تعاملهم خاص. دكتور يعني خليني أقول لك، لو معايا طفل يعني، وده أنا بعتبره يا جماعة بركة البيت كله، لأنه بيخلي الأم والأب يعني كل المجهود اللي بيحطوه مع الأباء يعني سوري مع الأبناء بيكون مختلف كليا لما بيحطوه مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، بيكون له قيمة كبيرة وله معنى كبير. خليني يا دكتور أقول لحضرتك، لو معايا طفل أو طفلة ذوي احتياجات خاصة وأنا عايزة أبدأ من الصفر زي ما اتكلمنا كده، إيه اللي أنا ممكن أعمله؟ أولاً ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة أنواع. أوكي. لو إعاقة عادية يعني مثلاً حاجة في رجله أو حاجة في إيده أو إعاقة عادية يعني، لكن مدرك عنده إدراك عقلي، ساعتها عادي زيه زي أي طفل، أفهمه وأكلم معاه وأحكي له قصص زي ما قلت قبل الفاصل وأسمعه فيديوهات لو هو مدرك. لكن للأسف في بعض الأحيان بتبقى الإعاقة جديدة والطفل عنده إعاقة جديدة مش مدرك، زي طفل التوحد، زي طفل الإعاقات الشديدة، ساعتها بقى الأم للأسف بتتعب معاه جدا لأن هو مش مدرك. ولما بيكبر وبيوصل في مرحلة المراهقة غصب عنه بيبقى عنده شهوة، فأعمل إيه بقى؟ أجي برضو ما استناش لما يوصل لسن المراهقة، أبدأ أنا قد أدربه كأم إزاي يتعامل مع جسده. تبتدي تكتشفه برضو يا دكتور. آه يعني طبعا، يعني هو لسه في مرحلة مراهقة، في حاجات كتير متغيرات كتير بتحصل له، هي بتكتشفه أو بتنقب عنه عشان هو ما عندوش وعي إنه يقول. أعلمه من الصغر إن الجزء ده ما ينفعش يتعرق قدام حد، إن مثلا يطلب مش قدام الناس إن هو يدخل الحمام. أعلمه بأسلوب بالتكرار. دايما الطفل المعاق بيتعلم بالتكرار. لو أنا أم بقى مش متعلمة، في مراكز بتعلم كده، في متخصصين بيعلموا الطفل إزاي يقضي حاجته، بيعلموا الطفل إزاي يتعامل مع نفسه جنسيا، ان هو ما يعملش اي حاجه غير مقبوله قدام الناس، ان هو يدارى او يخش او يبقى في مكان لوحده لما يكون مثلا عايز يتعامل مع جسده باسلوب معين لتفريغ شهوته. دي في مراكز بتاهله لكده. طب دكتوره، لو حصل تحرش لطفل او مراهق ذوي الاعاقه وللاسف هو مش مدرك، ازاي الام بتعرف ان في حد اتحرش بيه؟ ازاي يعني توصل للمرحله دي ازاي؟ اولا في علامات نفسيه وعلامات جسديه. حلو. وبعض الاحيان تلاقي، انا قلت العلامات النفسيه اللي هو بيبقى منطوي والعكس، ممكن يغضب وممكن يزعق وممكن تجيله كوابيس، كل دي الحاجات النفسيه. طب نيجي للحاجات الصحيه، ممكن نلاقي ان هو بيهرش في اماكن حساسه ديت، ممكن ان هو مثلا يجيله تبول لا ارادي من الخوف او من ان الجزء ده حصل فيه اعتداء. فالحاجات دي بتلاحظها الام، ساعتها لازم تستشير طبيب واخصائي وطبيب تعديل نفسي، تعديل سلوك يعني بالزبط. وتخاطب وتخليه يحكي وتعرف ايه اللي حصل، لان الحاجات دي الام بتلاحظها، ان الابن اتغير، ما كانش ده سلوكه، صحته اتبدلت، ما كانش دي طبيعته.
في بعض الأحيان بيفقد الشهية، ما ياكلش زي الأول. فعلا؟ أيوة، ما هو مكتئب، هو خايف، هو زعلان، مش عايز يقول. أيوة أيوة، فاهماني؟ سواء كان معتدى أو معتدى عليه، في الحالتين هو، وحتى لو معتدى برضو يا دكتورة، ما هو بيبقى حاسس انه عامل حاجة غلط، احساس بالذنب، وخايف حد ايه يقول لبابا، خايف حد يقول لماما، ففي الحالتين هو بيجيله توتر وقلق نفسي. طيب الام ساعتها تعمل معاه ايه بقى؟ الهدوء. عيب الام المصرية انها عصبية وعايزة الحلول المثلى، يعني عايزة ابنها ما يغلطش ابدا. هي الام المصريه العصبيه ليه دكتوره؟ بالمناسبه بقى يا جماعه النهارده الجمعه، واكيد مشاهدين كتير قاعدين بيتابعون، لو سمحتي افهم بقى عصبيه ليه؟ ضغوط الحياه. صح، ضغوط يعني الحياه، مش لوحدها، واللي عندها اولاد وشغل او الزوج مأثر معاها في عدم احتواء. ممكن. صح، ممكن، ده اكيد يا دكتور. لا مش في كل الحالات، انا مش عايزاكي تعممي. مش عارفه ليه انت دايما بتعممي. لا والله يا دكتور ابدا، لا والله، لا بالعكس، بالعكس انا بحترم جدا كل الرجاله بتاعتنا المصريين. يعني خليني اقول لحضرتك، يعني زي ما في سيدات محترمات، في رجاله الحقيقه يتشال على الراس الحقيقه بجد، انا بتكلم كده، وبيساعدوا الام طبعا، وبيحتووا اولادهم، يعني زي وبيطبطبوا بالظبط بالظبط. في رجاله يعني اباء محترمين جدا، يعني على مستوى مثلا الزوج، لا في ازواج محترمين جدا ويعني بيقدروا ده قوي، بيطبطبوا كمان على ازواجهم. وبالنسبه كاباء، لا حنينين برضو كمان على اولادهم وقايمين بدورهم كويس. لكن والله هو مش تعميم، انا بس كان مقصد كلامي اولا دي مداعبه كده على الهوا لحضرتك. أيوة. عشان افكك شويه والمشاهدين يدخلوا في الصوره. الام المصريه عليها حمل شويه، في عبء شويه عليها، ليه؟ هي اللي في البيت، هي اللي بتربي، هي اللي بتاكل، هي اللي بتطبخ، هي اللي بتمسح، هي اللي بتشيل، هي بتحط، فبالتالي في عليها جزء كبير شويه. الاب او الزوج مش هنقول ان هو غافل عنها او شايل ايده منها، بالعكس، ولكن هو عنده مسؤوليات برضو اهم، بيسعى على رزقه او اكل عيشه او يروح شغله او بيرجع، فبالتالي هو مش مخصص ان هو يكون موجود او مطالب ان هو يكون موجود طول الوقت. فده مقصد كلامي. بس يا دكتوره خليني اقول حاجه مهمه جدا قبل ما حضرتك تكملي كلامك. عايزه اقول للمشاهد انه الام مش مطالبه انها تبقى رقيبه طول الوقت، ولا انها تقدر تعالج كل الامور اللي بتحصل لاولادها، سواء ابن او بنت، سواء من اطفال ذوي الاحتياجات او الاطفال السويه العاديه. ليه مش مطالبه؟ لان هي مش ده او مش دي منطقتها. ربنا يعني جعلنا فوق كل ذي علم عليم، ربنا جعل فيه علماء وفي دكاتره وفي خبراء وفي استشاريين. دورهم ايه؟ دورهم ان هم ياخدوا بايدين المواطن، ياخدوا بايدين اي شخص عايز المساعده. فالام يعني ما تنزعجش ابدا ان يكون عندها مشكله، سواء مع ابنها او بنتها، في مراهقه او غير مراهقه، تخاطب، ارشاد اسري، حتى يعني هي لو محتاجه حتى نصيحه في حياتها الزوجيه، مش عيب ابدا لما تاخد زوجها ويروحوا لمكان محترم موثوق فيه، لان المكان ده جواه ناس دارسه ومتعلمه، وزي ما بيقولوا طفحه برضو الكيل، ودخلت ثانويه عامه ودخلت جامعه واشتغلت على نفسها واجتهدت علشان توصل لمكانه علميه كويسه. فمش مطالب من الام يا جماعه انها تبقى عينها في وسط راسها بالبلدي كده لاولادها في كل حاجه. في حاجات محتاجه تدخل خارج البيت، محتاجه ان احنا نروح لناس يقدروا ان هم ياخدوا بايدينا، متخصصه بالفعل زي ما حضرتك ذكرتي، يقدروا يدونا وعي. ليه؟ دايما اللي بره الدايره غير اللي جوه الدايره. اللي جوه الدايره بيكون شايف الامور بمنظور مختلف، انما اللي بره الدايره بيكون شايفها اوضح واوسع واعمق. ارجع ليك يا دكتور، وخلينا نتكلم عن عصر الانترنت اللي احنا فيه، السوشيال ميديا. للاسف بتقابلني مصايب، انا اسفه والله يا جماعه في اللفظ ده، بس دي حقيقه. يعني مثلا حاجه بتتحمل على الموبايل، لعبه بسيطه جدا ولتكن مثلا زي حاجه زي بابلز مثلا او مكعبات او حاجه بسيطه جدا، وتلاقي الطفل وهو بيحملها بيجي على البرنامج ده او على اللعبه دي تشجيع حماسي شويه، يقول لك انت لو وصلت للمرحله دي انت تاخد 5 نقط زياده، فالطفل يزيد حماس. فعشان يوصل ال5 نقط دول يا جماعه للاسف بيظهر مفاجأة وكارثة على الموبايل. شكل جنسي إباحي بحت على شكل كرتون. أوضاع جنسية مسيئة بتتعرض يا جماعة الأطفال، هم
ممكن يكونوا في العاشرة من عمره، في التاسعة. الطفل هنا بيبقى واقف، عقله بيرتبك، عايز يعرف هو ده ايه، مامي هو ايه المنظر ده. ولو هو واعي شوية يخجل، وساعات ما يقولش لمامي وساعات يقول، بس عقله ابتدي يدور. السوشيال ميديا هنا سلاح ذو حدين، بتدينا ثقافة، بتدينا وعي، بتدينا فهم، بتدينا علم، لكن أيضا بتدينا بعض الإساءات. دكتورة كلميني عن السوشيال ميديا وخطورتها على الفتيات تحديدا. تفضلي. هو دلوقتي ظهر اللي هو التنمر الإلكتروني. بمعنى ايه يا دكتورة؟ عشان بعض المشاهدين كلمة التنمر الإلكتروني ان انا اخترق خصوصياتك عن طريق الانترنت، عن طريق حساب الفيس، عن طريق الواتس. ممكن تلاقي حد بعت لك فيديوهات إباحية من غير ما تقصدي، طفلة روابط يبعتها لك، يقول لك ادخل رابط ويديك كلمة حلوة كده عشان تفتحه. فالحاجات دي لازم الأم بقى توعي الابن والبنت ان الحاجات مش اي حد يبعت لك رابط تفتحه، ان لو اتكلمت مع حد لازم غريب لازم تقول لي، انك محدش تديله عنوان بيتك، يعني محدش يقول لك تعالى قابلني بره. كل الحاجات دي اللي هو سن بقى زي ما قلنا ما بين 9 سنين، ده الطفل خلاص بدأ يدخل يعمل حساب على الفيس ويكلم ناس غرب وممكن يكلم ناس من دول تانية. لازم اقول له كل حاجة تحكي لي عنها. صحيح. اي حد يقول لك مثلا افتح الكاميرا، اقلع هدومك، الحاجات دي كلها غلط غلط غلط، لان مش عايزة اقول لك في حالات اغتصاب بتتم عبر الانترنت. معقولة؟ ايوه، اغتصاب يا جماعة على الانترنت. عبر الانترنت حالات اغتصاب. دكتورة، من كلام حضرتك علشان هننهي الحلقة، اسمحي لي بروشتة علاجية جميلة في جمعة مباركة حلوة كده على كل السادة اللي بيشوفونا، لكل أم ولكل أب موجود في حياتهم أو في أولادهم، أطفال، مراهقين، بشكل عام عن موضوع حلقتنا النهاردة. إيه النصايح؟ ألخص الحلقة سريعا. أيوة اتفضلي. صورة نصايح. الأم والأب ما فيش حاجة اسمها عيب، في حاجة اسمها ثقافة جنسية. أوعي ابني، أبني جسر من الثقة بيني وبينه. الأب والأم لازم يكونوا يقدموا لأولادهم 3 حاجات: الثقة، العلم، الأمانة أو الأمن. الثقة إن أنا يقول لي على كل حاجة. العلم إن أنا أديله المعلومة الصح وفقا لسنه عشان ما ياخدهاش من أماكن مغلوطة. صحيح. الأمان إن أنا مخوفوش معاقبوش، لأن دي كلنا مرينا بمرحلة المراهقة، كلنا مرينا بالاحتياجات دي. فما جيش على ابني وقول له لا انكر عليه، لا. صحيح. اعرفه ان دي حاجة وامور عادية، وقول لي وفهمه الوضع وازاي يعني يتم عملية الطهارة، واعرفه الدين، واخده معايا الجامع، واخليه يقرب من ربنا اكتر. احتوائي يا دكتورة. ويقرب من ربنا اكتر ويزود عباداته، لان زيادة العبادة والقرب من الله اذا ضاع الايمان فلا امان يا جماعه، ده مبدا معروف. الشهوه. صحيح. وعرفه ان اي علاقه خارج اطار شرعي فهي محرمه، علاقه مرفوضه مرفوضه، وزي ما قلت بتجيب امراض. صحيح. طيب ايه النصايح اللي اقولها للام بالذات فتره الطفوله؟ اتفضلي يا دكتور. سريعا. اولا زي ما قلت ان اقول لابني يتحسس جسده، ان في اماكن ما ينفعش حد يلمسها، ان ما خليش بنتي تختلي مع اي حد، سواء سائق، سواء مدرس، سواء اي جنس، اي حد غريب عنها. ان هي اخليها في سن معين تلبس لبس محتشم، ان هي كل حاجة تيجي تقولها لي، ان هي لو حد حسسها بجمالها تعرف تتعامل معاه ازاي، انها تواصلت مع اي شاب تيجي تحكي لي. كل دي حاجات لازم اقولها لبنتي. يبقى من هنا يا دكتوره يعني اخد كلام حضرتك في الختام، انه مهم جدا الام قبل الاب يكون عندها من الوعي والثقافه والتنوير ان احنا نقرا، ندخل على اليوتيوب ونتعلم، نفهم. لو انت حتى مش فاهمه ثقافه جنسيه بشكل كامل، افهمي، اعرفي، عشان تقدري تتناولي الموضوع مع بنتك او ابنك بشكل سليم. مش كل حاجه على الاب، هي حاجات مهمه ان الام هي اللي تتدخل فيها وتكون ليها السيطره او الواجب الاول فيها. شكرا دكتور اماني عبد اللطيف، اخصائي تعديل سلوك وارشاد اسري ولايف كوتشنج. بشكرك جدا لوجودك النهارده معايا. النهارده الحلقه انا بالنسبه لي من اجمل الحلقات، لان فيها موضوع في غايه الاهميه. بشكرك جدا دكتور، ان شاء الله يكون في لنا لقاءات مره ثانيه. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي بقى الختام بتاعي عشان نقتصر الموضوع كده، عشان مخرجنا عمال يعني بيقول لي اخلصي بقى، يعني ايه الحلقه هتخلص؟ هو يكون شكر
اولا شكرا للمخرج المتالق والمبدع دايما استاذ تامر عبد المجيد لاخراج الحلقه الجميله دي. كل الشكر كل اخواتي المحترمين داخل الكنترول وما وراء الكاميرات. شكر موصول للمايسترو احمد عبد العزيز الموزع الموسيقي على نزول اغنيه جميله او طرحها في الاسواق. بتيجي بقى نفرح مع عائشه عثمان المبدعه والجميله بصوتها الرقيق. ويا ريت بقى يعني يا ريت رساله منه يعني فرحنا اكتر بقى بالاغنيه الوطنيه علشان ما عادش كتير على اكتوبر. كل سنه وكل حضراتكم بالف خير. شكرا مشاهدينا الكرام والى اللقاء. ابن البلد دي والاسم مصري. ابن البلد دي والاسم مصري.